قررت بريطانيا تعديل سياستها بشأن الهجرات، اللي هو يعني هنخفف من تشجيعنا ودعمنا على اعتبار اننا وصلنا للحد اللي ممكن لليهود تنظيم امورهم في اطاره، مش مانع الهجرات، لكن يعني بداية اعادة التفكير في الموضوع. من هنا هيبدأ مفترق طرق. صحيح ما حصلش حاجة في التو واللحظة، لكن ده وقت اخر من الاوقات اللي الصهاينة كانوا عارفين انها هتيجي. الوقت ده لا يبقى فيه تحركاتهم واهدافهم لا تتطابق مع سياسات بريطانيا، يعني ان دي موجودة من الاول من ساعة ما قلناها، لكن هي بتتأكد دلوقتي. احنا قلنا انه من بعد ورقة تشرشل الصهاينة ادركوا انهم هم وبريطانيا مش حاجة واحدة، انما حاجتين. يجوز الحاجتين دول متوافقتين دلوقتي، ويجوز انهم ما يقدروش يستغنوا عن بعض دلوقتي، او هم ما يقدروش يستغنوا عن وجود بريطانيا بالاحرى وعن انحيازها لصالحهم، لكن الهدف النهائي ليهم مش هو الهدف النهائي لبريطانيا. بريطانيا عايزة ايه؟ عايزة وجود يهودي في تلك المنطقة، لا يعنيها اذا ما كان هذا الوجود يحقق كل احلام الصهاينة او ما يحققهاش، ونقصد هنا احلامهم وافكارهم، سواء الافكار الناتجة من العقيدة او حتى الافكار الناتجة من رؤيتهم تجاه الدولة اللي بينشدوها وعلاقة هذه الدولة بجيرانها.